بسم الله الرحمن الرحيم. المحاضرة الرابعة من ميكانيكا الكم واحد. عبارة هنخش على المعنى الفيزيائي للدالة الموجية أو التابع الموجي أو المرافق للجسم المادي واللي هي wave function. تمام. أول حاجة نتكلم عن المقدمة وبعد كده نخش على المعلومات التي تحويها الدالة الموجية المرافق للجسم المادي وفقا للمنظور الجديد. يعني المفروض الدالة الموجودة تكون بصدى صفر. وتالت حاجة نخش على احتمال وجود الجسيم في مكان ما اللي هي البروبابيليتي بتاعت وجود الجسيم في مكان ما. والدالة وكان نخش على الدالة المميزة أو الأيجن فانكشن والأيجن فاليو الأنجل فانكشن والأنجل فاليو والدالة الموجودة والقيم المميزة لها. وبعد كده نخش على شرط التعامد. وقبلها نكون نتكلم عن شرط العيارية أو شرط المعايرة. خش على المقدمة. بسم الله. يبدو من خلال دراسة سرعة المجموعة أو الـ Group Velocity أن الموجة المرافقة للجسيم ليست جاذبية بل تراكب عدة موجات جاذبية متقاربة التردد اللي هي بنقول لها ايه Wave Package. تمام. Waves Package لتعطي دالة مركبة. يبقى يبدو من خلال دراسة سرعة المجموعة و جروب فيلوسيتي أن الموجة المرافقة اللي هي للجسيم ليست جاذبية بل تراكب عدة موجات جاذبية متقاربة التردد لتعطي دالة مركبة. تمام. اللي هي simultaneous يعني eigen function الدالة الموجية المرافقة. يمكن تحليل حزمة الأمواج تلك وفقا لتحليل فورير حيث يمكن تحليل أي دالة دورية إلى مجموعة دول جاذبية وفقا لآلية رياضية اللي هي موجودة في الرياضيات للفيزيائيين. يمكن من خلالها التعرف على الدوال الجاذبية التي شكلت الدالة الدورية. أي أن الدالة الموجية التي سنتعامل معها مستقبلا هي حزمة الأمواج واللي بين قوسين مجموعة الأمواج المتراكبة. ويمكن كتابة ذلك بالشكل بساي تساوي بساي واحد زائد بساي اتنين زائد بساي تلاتة زائد تلات نقاط زائد بساي ان. والشكل واحد طبعا يوضح تراكب عدة موجات تغطي نبضة مغلفها يمثل سعة الدالة الموجية. يعني الدالة اللي هي على اليمين دي. تمام. الخط اللي برا اللي مغلفها ده هو الدالة ايه سعة الدالة الموجية. هنوضحها فيما بعد. مثال تراكب موجتين متقاربتين في التردد والعدد الموجي مثلا بساي في اكس وتي يساوي بساي واحد في اكس وتي زائد بساي اتنين في اكس وتي. بساي واحد في اكس وتي يساوي ساين كي اكس ناقص اوميجا تي وبساي اتنين كي اوف اكس و تي يساوي ساين كي زائد دلتا كي اكس ناقص اوميجا زائد دلتا اوميجا تي. يعني في فرق في الطول في البوزيشن في الوقت. تمام. هنجمع الدالتين وجمع الدالتين يعطى بالعلاقة ساي اوف اكس و تي يساوي اتنين كوزاين دلتا كي اكس على اتنين ناقص دلتا اوميجا تي على اتنين في ساين اتنين كي دلتا كي اكس على اتنين ناقص اتنين اوميجا زائد دلتا اوميجا تي على اتنين. تمام. وذلك بالاستفادة من القاعدة الرياضية اللي بتقول ساين اي زائد ساين بي يساوي اتنين كوزاين نص الفرق في ساين نص المجموع. تمام. now suppose that الدلتا كي أقل بكثير من اتنين كي والدلتا أوميجا أقل بكثير من اتنين أوميجا. يعني شوف المعادلة الأولانية دي كده الشق بتاع الساين ده. هنفرض إن الدلتا كي اللي فيه ده هو أقل بكثير من اتنين كي يعني نلغيه والدلتا أوميجا دي أقل بكثير من اتنين أوميجا يبقى نلغيه. يعني هتبقى ساين اتنين كي إكس على اتنين ناقص اتنين اوميجا على اتنين في التي.
فالمعادلة اللي هي رقم 3 دي هتقول إن المعادلة رقم 5 اللي هي بساي أوف إكس وتي يساوي 2 كوزاين دلتا كي إكس على 2 ناقص دلتا أوميجا تي على 2 في الساين. طبعا اختصرناها 2 هتروح مع 2 يبقى كي إكس ناقص أوميجا تي، اللي هي يعتبر الدالة ايه الموجية. تمام، هنمسك الحد الأولاني بتاع الكوزين ده هنسميه دالة في اكس وتي اللي هي بي اوف اكس وتي. العلاقة 5 تمثل الدالة الموجية الجديدة حيث البي اوف اكس وتي يمثل سعة الموجة، ولاحظ انها تمثل موجة جاذبية تغلف حزمة الأمواج المتراكمة لسه كنا نقول عليها اللي هي الخط المنقط المنبرد ده. هو ده الدالة البي اوف اكس وتي يمثل سعة الموجة، ويلاحظ أنها تمثل موجة جاذبية تغلف حزمة الأمواج المتراكمة. تمام، خلصنا المقدمة. نخش بعد كده على إيه المعلومات التي تحويها الدالة الموجية المرافقة للجسيم أو للسبونتينوس أيجن فانكشن الجسيم المادي وفق المنظور الجي. يعني الدالة الموجية دي المفروض تحتوي إيه معلومات عشان تفيدنا. نستفيد هنا من الدالة الموجية للموجة الكهرومغناطيسية باعتبار أن الفوتون يمثل الجانب المادي للموجة والتي نحصل عليها من حل المعادلة التفاضلية الموجية للفوتون. يبقى نستفيد هنا من الدالة الموجية للموجة الكهرومغناطيسية باعتبارها أن الفوتون يمثل الجانب المادي للموجة والتي نحصل عليها في حل من حل المعادلة التفاضلية الموجية للفوتون. طبعا ايه الفيزياء النظرية والمعادلات التفاضلية الجزئية. تمام، طبعا اي دالة موجة بتبقى مكتوبة عليه تكتب بالشكل اللي هي بتاعت الفوتون تكتب بالشكل لابلاسيان فاي اوف ار تي يساوي 1 على سي تربيع بارشال سكوير فاي فار تي باي بارشر تي سكوير. اللي في المقام دي البارشر تي سكوير الكل سكوير، بارشر تي الكل سكوير اللي هو بارشر تي سكوير. يعني التربيع دي على التي تربيع على التي. تمام، ما علينا. والحل بتاعها هيكون 5 ار تي يساوي ايه يساوي ايه في اي اي متجه كي في دوت ار ناقص اوميجا تي. المعادلة سيتا طبعا دالة مركبة عقدية فيها لان فيها العدد التخيلي اي تحتوي وصفا موجيا لأنها تحوي متجه الوحدة الموجة متجه تحوي متجه الموجة والتردد الزاوي اللي هو ايه الكي متجه الموجة وتردد الزاوي تحمل وصفا موجيا. يعني ليه المعلومات اللي فيها الموجية الموجودة فيها متجه الموجة اللي هو الويف نمبر اللي هو الكي وتردد الزاوية اللي هو أوميجا. ولاحظ أن الإيه تمثل سعة الموجة الموصوفة أعلاه. ويمكن استخدام العلاقة التي تربط الخواص الموجية مع الخواص المادية من العلاقة. يعني بما أن المتجه البي يساوي اتش بار متجه الكي، إذا متجه الكي يساوي متجه البي على الاتش بار، وهكذا في الإي يساوي اتش بار أوميجا يقبل أوميجا يساوي إي على اتش بار. هنعوض عن الأوميجا وعن الكي في المعادلة رقم 6، وبتعويض من 7 في 6 نحصل على دالة موجية تحوي في طياتها وصفا ماديا وهو ما نريده هنا بتمثيل دالة موجية تعبر عن حركة جسيم مادي. وسنقضيها العلاقة التالية اللي هي رقم 8. فادتنا الطاقة وادتنا المومنتوم، يعني بساي فار تي يساوي اي اكسبوننشن اي على اتش بار في البي دوت ار ناقص اي تي. العلاقة الثمانية هي حل معادلة شرودنجر، اي يجب ان نحصل عليها من حلول معادلة شرودنجر لاحقا، ولكننا
هنا نبحث عن أهميتها وماذا تقدم لنا المعلومات عن الجسيم الذي ترافقه وتتحرك معه بسرعة. عاوزين نعرف يعني فائدتها ايه. يفترض بالدالة الموجية أن تعطينا كافة المعلومات الفيزيائية المتعلقة بطاقة الجسيم وكمية حركته، وهذه أول ميزة لها لهذه الدالة الموجية، والفقرات اللاحقة تعطي الميزات الأخرى. هتبص دي لو حليناها هتعرف قيمة الـ E وهتعرف قيمة الـ B اللي هما الطاقة وكمية الحركة. تمام، خش على البند رقم 3 اللي هو ايه، احتمال وجود الجسيم في مكان ما، الـ probability of ايه exist probability of existence of particle. تحليل الدالة الموجية أو دالة الموجة مكانة مهمة في تحتل الدالة الموجية أو دالة الموجة مكانة مهمة في ميكانيكا الكم، حيث ينص مبدأ الشك على عدم قدرتنا بنفس اللحظة تحديد موضع وصول الجسيم ما بنفس الدقة، موضوع اللي هو مبدأ هايزنبرج. ولكن نعمد إلى دالة موجية مرافقة اسمها تينوس أيجن فانكشن لكل جسيم حسب التصور الموجي الذي قدمه شرودنجر، وتقوم هذه الدالة الموجية بتحديد احتمال وجود الجسيم في أي نقطة تحدد مكانه في أي نقطة من الفراغ التي يمكن للجسيم التواجد به، وذلك حسب اقتراح ماكس بورن سنة 1926، والذي بين فيه أن مربع الدالة الموجية بساي تربيع اللي هي بساي في بساي ستار، والنجمة هنا تعني مرافق الدالة المركبة أو الكومبلس كونجيجيت للدالة بساي أو عقدية أو الجزء التخيلي أو يعني المقلوب التخيلي أو الدالة المرافق التخيلي بتاعها يعني. تمام، يحمل معنى فيزيائيا رائعا اللي هو بساي في بساي ستار، ده هو اللي هي قيمة بساي تربيع اللي هي بساي في بساي ستار، يحمل معنى فيزيائيا رائعا ألا وهو هو معرفة احتمال وجود الجسم في عنصر حجم مقداره دو في. يعني كيم بساي تربيع ده هي اللي هي بساي في بساي ستار، يعني هي ايه بتدينا معلومات عن احتمالية وجود الجسيم في عنصر حجم مقداره دي في بدلالة دالته الموجية، بدلالة دالته الموجية اللي هو بساي دي دالته الموجية. فالدالة الموجية بساي للإلكترون للإلكترون بتاع ذرة الهيدروجين، فالدالة الموجية بساي الإلكترون ذرة الهيدروجين مثلا المتواجد في مكان ما من الفضاء حول النواة، يمكن معرفة احتمال تواجده في الأماكن المختلفة المحيطة بالنواة من خلال العبارة الرياضية التالية: الدي بي اللي هي يعني البروبابيليتي يساوي بساي تربيع دي في، وبساي اللي هي تساوي بساي في ار تي في بساي ستار ار تي دي في، حيث الدي بي احتمال تواجد الجسيم بالحجم دي في، ويأخذ دائما قيمة حقيقية. يعني الاحتمال قيمة الاحتمال دي دائما دي قيمة يعني حقيقية. وفي العلاقة 9 عند تقسيم الطرفين على عنصر الحجم نحصل على أبعاد كثافة نسميها كثافة الاحتمال أو probability density، كما في العلاقة التالية: هنقسم على الدي بي على الدي في في الطرفين، يبقى الدي بي على دي في يساوي بساي التربيع في ار او تي. تمام، اللي هو يساوي الرو في ار او تي اللي هي probability density، أهم احتمال تواجد الجسم في الفضاء كله. فإننا نكامل العلاقة 9 اللي هي قال بنقسم على الدي في يعني على الفضاء كله اللي هو من سالب من النهاية لما لا نهاية، أو من ما لا نهاية لسالب ما لا نهاية. تمام، والذي يعبر عن مجموعة احتمالات هنكامل على الفضاء كله الممتد من اللانهاية، والذي يعبر عن مجموعة احتمالات تواجد الجسيم في كل عناصر الحجم المتراصة حول بعضها البعض مكونة الفضاء اللانهائي. وهنا نحن متأكدون من تواجد الجسيم في هذا الفضاء المفروض، وبالتالي فإن احتمال تواجد الجسيم سيكون 100% اللي هي 1،
ونكتب بالعلاقة نكتب ذلك بالعلاقة الرياضية التالية: تكامل دي بي اللي هي معادلة 9 من 0 إلى 1 يساوي، يعني قيمة التكامل هتبقى 1، يساوي تكامل من سالب من النهاية للموجب من النهاية اللي بسايد ستار ار اوف تي بالنسبة لدي في، اللي هو التكامل من سالب من النهاية للموجب من النهاية بساي ستار بساي في ار او تي في بساي ستار في ار او تي دي في، اللي هو يساوي برضك في الاخر 1. تمام. ان العلاقة التي تحقق الشرط في العلاقة 11 اللي هي العلاقة دي، انه تحقق الشرط ان هو تكامل احتمال وجود يدينا 1، أي أن العلاقة التي تتحقق الشرط في العلاقة 11 تسمى دالة موجية بالدالة المعايرة أو المنظمة أو المنظمة، وتسمى العلاقة بالعلاقة المعايرة أو شرط التنظيم أو شرط المعايرة أو normalization condition. وإذا كانت الدالة ليست معايرة فإننا نضربها في ثابت بحيث تحقق المعادلة كما يلي: يعني مثلا احنا تكامل من 0 لـ1 دي بي يساوي تكامل سالب من النهاية الموجب من النهاية اللي بساي ستار فارو تي دي بي، وقلنا لازم يساوي 1 عشان تقول الدالة معايرة أو منظمة. تمام. افترض إن هي تساوي رقم يعني رقم بس ما تساويش 1، يبقى الشرط كده مش محقق. عشان تحقق الشرط ده هو تقسم على ان ناحيتين. تمام. يبقى تكامل من سالب من النهاية الموجب من النهاية اللي بساي ار او تي تايم بساي ستار في ار او تي دي في يساوي ان. تمام. هتكسب على ان الطرفين طبعا ان ثابت، فممكن تحطه برا التكامل جوا التكامل مش مشكلة، اهم حاجة تخليها 1، وتصبح الدالة اللي هي 1 على ان تكامل من سالب من النهاية الموجب من النهاية بساي ستار بساي في ار او تي تايم بساي ستار في ار او تي دي في يساوي 1، وتبقى الدالة كده معايرة او منظمة. يشترط بالدالة الموجية أن تتحقق فيها شروط المعايرة التي تتحقق شروط المعلومات. عشان تقبل الدالة دالة معايرة برضك غير إن هي تساوي 1، لازم يتحقق فيها شوية شروط. وهي الشروط دي: أول حاجة أن تكون الدالة الموجية وحادية القيمة، أي أن كل قيمة محددة للموضع الإكس، أي كل قيمة للإكس أو كل قيمة للآر يقابلها قيمة وحيدة للدالة الموجية فقط وليس أكثر. وهذا شرط أساسي لأن الدالة أحادية القيمة تعطي احتمال 1 لتواجد الجسيم، بينما المتعددة القيمة تعطي أكثر من احتمال لتواجد الجسيم. وهذا مرفوض لأن الجسيم لا يمكن أن يتواجد في أكثر من مكان في نفس اللحظة، والعكس أيضا لا يمكن للجسيم أن يكون له دالتان مختلفتان في نفس المكان. منظر الشكل 3 يمثل دالتين، أحدهما قيمة أحادية القيمة والثانية ثنائية القيمة أو متعددة القيمة. يعني أول حاجة شوف كده الدالة رقم 1 دي كل قيمة الإكس على مستوى على الدالة على المستوى إكس قبل مستوى إكس كل قيمة ليها قيمة واحدة، لكن شوف الدالة رقم 2 دي، يعني مثلا لو افترضنا عند الخط المقطع اللي هو الأخير ده هو إكس مثلا كانت تساوي 10، هيبقى ليها قيمتين فوق وتحت، فدي ما تنفعش دالة إيه موجية معايرة. تمام. ثاني شرط أن تكون الدالة الموجية متصلة أو continuous function، وكذلك مشتقاتها متصلة، لأن كون الدالة غير متصلة أو عندها انقطاع في الدالة في مكان ما يصبح الجسيم غير معروف في منطقة الانقطاع، يعني احتمال وجود الجسيم غير معرف، فالدالة دي مش هتنفع، فاحنا لازم تبقى الدالة متصلة. ثالث شرط: يجب على الدالة أن تكون معرفة في كل نقطة، ولا يجوز أن يكون قيمتها ما لا نهاية، لأن احتمال تواجد الجسيم يصبح ما لا نهاية هو أمر غير مقبول فيزيائيا. تمام. نيجي للبند الرابع. احنا خلاص قلنا مميزات المعلومات اللي المفروض تقولها الايجن فانكشن أو الدالة الموجبة، قصدي اللي ويب فانكشن مواصفاتها، وفي نفس الوقت ايه ازاي نقدر تبقى معايرة، والمعلومات اللي تحتويها، ويعني مثلا لما والشروط لما تبقى عشان تبقى معايرة وهكذا.
هنخش على البند الرابع اللي هو الدالة المميزة أو الخاصة أو الأيجين فانكشن والقيمة المميزة أو الأيجين فاليو. تمام، تصف الدالة الموجية في ميكانيكا الكم الحالة الكمية إما لأحد الجسيمات الأولية أو مجموعة من الجسيمات الأولية في الفراغ، فتصف الحالة الكمية بتاعتهم، الطاقة بتاعتهم مكممة يعني، فاهم؟ وتصف وتعين احتمال تواجده أو تواجد هذه الجسيمات الأولية في مكان معين، يعني تصف طاقتها ومكانها. والدالة الموجية في ميكانيكا الكم تكون عادة حل معادلة مأخوذة عن معادلة شرودنجر، ويمكن للمعادلة الموجية أن تصف الحالة الكمية لجسيم أولي واقع تحت تأثير خارجي مثل حركة الإلكترون حول النواة في الذرة أو حالة الإلكترون الحر. كما يمكن صياغة المعادلة الموجية لمجموعة من الجسيمات لدراسة حركتها أو تفاعلها ضوء الميكانيكا الكم. يعني فائدة المعادلة الموجية إن هي بتوصف الحالة الكمية لجسيم أولي أو عدة جسيمات أولية موجودين في فراغ مثلا وقواهم مؤثرة شي مثلا واحتمال تواجدهم والكلام ده. وفي حالة الإلكترون في ذرة الهيدروجين مثلا، نحن بحاجة لمعرفة وضع الإلكترون بالنسبة للنواة، وبما أن الإلكترون يتوضع في مستويات طاقة منفصلة أو يبقى موضوع في مستويات طاقة منفصلة أو محددة طبقا لنظرية بور، فكل مستوى طاقة يوصف بقيمة محددة أو ديستريك إنرجي أو طاقة محددة وفقا لعلاقة بور لـ إن يساوي سالب 13.6 على إن تربيع، حيث الـ إن دي إنتجر واحد من واحد إلى يعني إلى ما لا نهاية، 1 2 3 4 كده. تمام، العلاقة 13 تعطينا قيمة محددة للطاقة نسميها القيم الخاصة أو الأيجين فاليو. تمام، والذي يحدد احتمالية تواجد الإلكترون على تلك القيمة الخاصة أو الأيجين فاليو والذي يحدد احتمال تواجد الإلكترون على تلك الأيجين فاليو هي الدالة الإيه الأيجين فانكشن التي تخص ذلك الإلكترون في ذلك المكان، ولذلك تسمى بالدالة الخاصة أو الأيجين فانكشن. تمام، لأنها تخص الإلكترون الموجود على مستوى الطاقة المحدد بالرقم. وحلول معادلة شرودنجر ستعالج لاحقا. تمام، وحلول معادلة شرودنجر لا تقبل أي قيمة للطاقة بل بعض القيم. يعني إيه لا تقبل أي قيمة للطاقة بل بعض القيم؟ يعني ممكن تاخد إيه هي 1 و2 و3 وهكذا، يعني ايه تبقى ايه يعني مكماه او لها كذا قيمه الطاقه او لها كذا يعني ايه في كم من الطاقه كذا كم من الطاقه، والتي من اجل كل قيمه منها يتحقق شرط المعايره، كل قيمه منها بتحقق شرط المعايره، والتي وايه والتي تسمى بالقيمه الخاصه يعني لكل، والتي من أجل كل قيمة منها يوجد إيه دالة موجية تحقق شرط المعايرة، والتي تسمى بالقيمة الخاصة أو الدوال الخاصة المميزة اللي هي Eigen Function، والدالة الموجية المرافقة لتلك القيم تسمى القيمة الخاصة كما ذكرنا على. يعني بمعنى صح كل Eigen Value لها Eigen Function، زي الـ E1 لها Eigen Function بساي 1، E2 لها Eigen Function بساي 2 وهكذا. ان لها ايجن فانكشن يساوي ايه بساي ان. تمام، نيجي لرقم 5 شرط التعامد غير شرط المعياري، بس احنا هتعرف احنا ليش اللي يعني ايه فرضينه او ليه ذاكرينه. الاورثوجوناليتي كونديشن، عندما يكون لدينا قيمتين خاصتين يعودان الى دالتين خاصتين عندما يكون لدينا قيمتين خاصتين يعودان إلى دالتين خاصتين، يعني عند 2 ايجن فاليو وهما 2 كورسبوند طول ايه 2 ايجن فانكشن، فإن التكامل يعني تكامل يعني ضرب الدالتين دول
يعني تكامل. فإن تكامل أحد هاتين الدالتين مضروب في مرافق الدالة الأخرى ممددا في المكان كله، يعني على مستوى الفراغ كله، يساوي الصفر. وإذا تحقق هذا الشرط فإننا نسميه شرط التعامد، ويكتب رياضيا بالشكل التالي. هتفهم لما تشوف المعادلة اللي هي معادلة 15. بيقول لك تكامل سالب من الموجب من النهاية إبساي إن في إبساي صار أوف إم بالنسبة للفراغ كله، أو زي ما قايل لك فوق بالنسبة للمكان كله اللي هو الدي في يساوي صفر. تمام، يبقى ايه الدالتين دول ايه متعامدتين، ده شرط التعامد. شرط التعامد ان بساي ان تضربها في بساي ستار، بس مش ام، مش ان ام يعني غيرها، يعني كل دالة خاصة. يعني بساي ان دي كان ليها المفروض ايجن فاليو اي ان، واللي بساي ام دي ليها ايجن فاليو اي ام. فلما تضرب بساي ان في الكومبرس كونجيت للبساي ام وتكمله بالنسبة للفي من سالب من نهاية الموجب من نهاية المكان كله والفضاء كله يدينا صفر، يبقى ايه ده شرط ايه التعاون. وشرط العلاقة 15 ان يكون لكل دالة مميزة قيمة مميزة تختلف، لكل ايجن فانكشن لها ايجن فاليو تختلف عن الاخرى. وهذا يعطينا تصور اخر لأهمية الدالة الموجبة في ميكانيكا الكم، وتأكيد آخر على القيمة المميزة أو الأيجين فاليو والدوال المميزة أو الأيجين فانكشن المرافقة لها. يمكن دمج شرط المعيار وشرط التعامد في علاقة رياضية واحدة كما يلي: تكامل من سالب ما لا نهاية. يعني بص، أنت لو وصلت يعني قريبة من شرط العياري، بس بدل الصفر يبقى واحد وبدل الام يبقى ان، فممكن نحطهم في يعني للتعميم نحطهم في معادلة واحدة. نكتب شروطنا بقى كده. يبقى التكامل من سالب ما لا نهاية الموجب من النهاية لبساي ان في بساي ستار تايم بساي ستار ام دي في يساوي دلتا ان ام. ويبقى لها شروط: وين لما تكون ان ايكوالز ام يبقى دلتا ان ان، يبقى مفيش ام كده، يبقى ان يساوي ام، يبقى كلهم يساوي ان، يبقى دلتا ان ان يساوي واحد، اللي هو شرط النورماليزيشن اي كونديشن. يعني كأنك هتشيل الام وتحط ان. ولما يكون الان نوت ايكوال الام يبقى دلتا ان ام يساوي صفر، واللي هو اورثوجوناليتي كونديشن. والرمز دلتا ان ام يسمى دلتا كرونيكر، تمام، وهو يساوي الواحد عندما تكون ال n يساوي ال m، وهو شرط المعيار. ويساوي الصفر عندما تكون ال n not equal m، وهو شرط التعامل. تمام كده، لغاية الوقت بهذه المحاضرات الأربعة نكون قد أعطينا مقدار ممتاز لنبدأ بعد ذلك استنتاج معادلة شرودنجر وحل بعض الأمثلة عليها. ولا ننسى أن معادلة شرودنجر وحلولها يجب ألا تختلف ألا تخالف محتوى المحاضرات السابقة.